طاقم الطائرة في حال استخدامكم البطانيات. كما ندعوكم لتصفح مجلة سوق الحرة بسبب الهزة المتوفرة في جميع مقاعدكم. بعد قليل سوف نقدم لكم وجبة العشاء ويتبعها خلال الرحلة وجبات خفيفة وقبل النزول في ملبورن وجبة البرانش. لمزيد من المعلومات ترجى الاطلاع على قائمة الوجبات، كما أني مع بقية أفراد الطاقم على تم الاستعداد لتلبية طلباتكم على مدار الرحلة. وشكرا. Seatbelts will be turned on shortly. Please be careful how you keep your seatbelts closely fastened at all the times during the flight. If you're using a blanket, we kindly ask you to fasten your seatbelts or your blanket so it's visible. We invite you to grab some extravaganza.